صباح الخير لكم مشاهدينا من جديد وين ما كنتوا عم تتابعونا، وكمان مع برنامج صباح آسيا. صاحبة معرض رقصة الربيع العربي طبعا برؤية معاصرة تهدف إلى إيصال رسالة بصرية، الفنانة التشكيلية نور بلوق في معرضها رقصة الربيع العربي تفتح الحدود الفنية على مصراعيها لتنحت من الشكل الوجود الأنثوي بمختلف إيحاءاته، فجمعت بين المتناقضات الموت والحياة، الدمار والنهوض، الثورة والعنف، وذلك بأسلوب تركيبي. ودمجت الأرقام والرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية لرقصة في وسط المدن المدمرة والشوارع المتناثرة المليئة بالأنقاض والركام. يسعدنا أن نستضيف في هذا الصباح الفنانة التشكيلية نور بلوق، صاحبة معرض رقصة الربيع العربي. صباح الخير نور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا كيفك؟ طبعا بالبداية يعني شيء ملفت أنه نقرأ عنوان رقصة الربيع العربي ونحن بهي الفترة عم نعيش بين قوسين، طبعا الربيع العربي المزموع يعني باسم الربيع العربي اللي هو خريف واللي هو دمار واللي هو تخريب للمنطقة بشكل عام. ليش اخترتي اسم الربيع العربي؟ صحيح، هلأ الفنان بالنهاية هو فرد بالمجتمع، ومثل مثل اي شخص عم نشوف يومية على الاخبار شو عم بيصير، هالمدن كيف عم تتدمر، الانسان كيف عم بيعاني، الموت، كل هيدول المآسي اللي عم نشوفها. وانا كفنان صادق لازم اعبر عن اللي عم شوفه، اقل شيء يعني انه بلغ عن احساسي عن الموضوع. الربيع العربي كنا مبسوطين فيه، يعني نحن كشعب اكيد بنحب نتحرر، نتقدم، نتغير، بس وصلت لمرحله شفت هيدا الدمار والعنف وكيف الجهل هو صار اقوى من التغيير واقوى من الحريه. هون حبيت انه اعبر عن هيدا الموضوع، حبيت انه اعالجه كعمل فني. طيب انت قلت هون رقصه الربيع، ومثل ما قال زميلي مجد انه هي مش ربيع هيدا، فكيف صار هذا التناقض معك؟ انه حسب ما شفنا بالصور ورح نشوفهم بعد شوي انه فوق كل خراب كان في رقص، ونحن بالعاده الرقص شيء حلو بننبسط فيه، يعني شيء بفرحنا وبيريحنا، بس هون الرقص اجى بمعنى ثاني، كيف فيك توضحي الصوره؟ صحيح، هلا هو مثل اسمه ربيع العربي، مفرده ربيع قد هي بتعبر عن الجمال ويعني الخلق بالطبيعه والخضار. نفس الشيء الرقص هو قمة السعادة عند الإنسان، لما بدي يعبر عن سعادته بيكون عم يرقص. فحبيت عبر عن الربيع كمفردة، وبنفس الوقت يعني هي مثل رقصة، مطرح ما عم ترقص عم بتدمر. يعني هي مثل فيروس على اساس انه جميل جدا بس انتقل ليصير شيء، بس انتشر شيء بشع، نشر شيء بشع. صح، لانه بسبب يمكن جهلنا وبسبب كمان كثير اشياء خارجيه، عوامل خارجيه داخليه، كله هيدا ساعد انه ينقلب الربيع ليصير خريف. كيف كانت ردود الافعال باسم هذا المعرض رقصه الربيع العربي؟ كيف لقيت ردود الافعال؟ صراحه كثير استغربت لانه العالم تفاعلت كثير، الناس اللي بتعرف بالفن او لا او مجرد مرين بالمعرض كتير تأثروا وتفاعلوا مع كل لوحة. يعني كل لوحة يسألوا ليش ووين هيدي، والدمر شكل لهم شوك. يعني مثل ما انا كان قصدي فعلا قدي بيشوفوا على الاخبار، بس بنفس الوقت انصدموا بالصورة قدامهم. يعني انت اخذت صور الدمار من مشاهد حقيقية من مطارح اللي فعلا البلاد اللي تعرضت للدمار؟ صحيح، من سوريا، من العراق، من مصر، من ليبيا، او من لبنان. استوحيتي من المناطق اللي فيها هالامور اللي عم تصير اساس انه ثورة الربيع العربي. طيب صحيح. عم نشوف نور، نشوف اللوحات، عم نشوف طريقة الرسم، اذا بتحكي لنا يعني شو التقنية اللي استخدمتيها بهي اللوحات، برسم هي اللوحات؟ هلا هو الكونسبت بالاول، المعرض هو كونسبتشوال ارت، الفن المفاهيمي، يعني اللي بيعتمد على ايصال فكره معينه، بس بنفس الوقت ما تخليت عن الفن التشكيلي انا عم بوصل الفكره. من هون لان بدي اعمل شوك للمشاهد انه يشوف المشهد مثل ما هو، الدمار مع هيدي المزيج مع الخيال اللي هو الرقص. اضطريت انا استخدم الفوتو مونتاج اللي هو بينشغل عبر الديجيتال ارت على الكمبيوتر. اوكي، اي فبيصير في صياغه تقنيه على الكمبيوتر، وبعدين بيبقى عندك 10% بالطباعه
والاخراج العمل ليطلع يعني هي فعلا. هيدي فكره جديده هلا، نحن معودين نشوف لوحات زيتيه او شيء. مزبوط، حتى انا لوحاتي انا عاده بشتغل بالزيتي وبالاكريليك وكل هول المواد، بس هيدا الموضوع هو فرض نفسه. يعني بدك توصل الفكره، بده يكون في عندك صوره ريال. يعني انت نور، خلينا نعرف شغله، انه انت عم ترسمي رسمه الرقص وعم تدخلي عليها بالفوتو مونتاج صور دمار، يعني هو كله صار مزيج. عندك جزئين من اللوحه، الخلفيه اللي هي بانوراما. هذا المقصود، الخلفيه هي مو شغلك؟ لا، ولا هو الصوره من الصوره عم نجيبها نحن، واما الصوره الاساسيه اللي انت رسمتيها عم تدخل على الخلفيه اللي نحن جبناها من المواقع. في عندك كمان فوتوغرافي من الرقصات، من اللوحات الاستشراقيه قديما، صور الاستشراق، هدول كلهم انمزجوا لحتى يولدوا هيدي تماما الفكرة. يعني كمان مثل ما بنتابع معك نور، انه يعني بحكم موهبتك بالفن، انت اخترتي ربما الصوره للتعبير عن ما يحدث في المنطقه العربيه عن طريق يعني بما يسمى الثورات العربيه. طيب يعني بنلاحظ انه هون انه انت رحتي للصوره تحديدا، ما رحتي مثلا بفن اخر انه تقدري تستعمليه للتعبير عن ما يحدث. بوجهه نظرك الصوره قادره توصل يعني صوتها للناس بما يحدث في المنطقة؟ يعني هل قادرة على النطق لكي تجعل من يرى هذا المعرض أو تصل إليه هذه الصور بأن ما يحدث في المناطق العربية هو موجود في هذه الصورة المتكلمة؟ بهذه الحالة بالتحديد الصورة صارت أبلغ من الخيال. يعني عادة الفنان بيعتمد على خياله ليوصل فكرة أو أبعاد، بس الصورة صارت مثل سوريالية شوي، لأنه عندك واقع ما فيك تتخيله، فالصورة هي أبلغ أنك تفرجيها كهي وأنت بتضيف عليها بعدين فكرتك. وهيك من هيك اضطريت أنه حط الصورة كصورة. هي مقتنعة الفكرة كانت واضحة للناس اللي اجوا كانوا عم يتفرجوا على الصور، يعني فهموا المعنى اللي أنت حبيت توصليه؟ ايه دغري صار فيه مثل حسوا، يعني هو أهم شيء قبل حتى ما تشرحي لهم الفكرة حسوا بهذا الموضوع. صار في هارموني بين بالضبط. فقدروا يشوفوا القصد. يعني ما كان في داعي للشرح، يعني لا كان لا كل شيء واضح. حتى اللي كان في مشاهدين أجانب يعني بوسط البلد، كان في عطول مرور لسياح من كل البلاد الأوروبية حتى أمريكا. فكله تعاطف، يعني تعاطف مع اللوحة وحس فيها حتى لو أنه مش عربي. يعني كان في عندك شيء من الخوف وقت اخترتي فكرة الرقص تحديدا للتعبير؟ فينا كتير نختار، ربما انت اخترتي وردة مثلا، بجوز انت تعبري عن طريق وردة، بجوز تعبري عن طريق اخر. يعني كان في جرأة وقت بنقول الرقص للتعبير عن هذا الشيء. يعني الرقص هو للفرح، احيانا الرقص بيكون حزن، في رقصات تعبيرية حزينة. ما انت بدك تفرجي التناقض، يعني قد ما بيكون الكونتراست قوي قد ما بتوصل الفكرة، لأنه إذا مرقت هيك بطريقة خفيفة بسيطة ما رح تعمل الشوك وما رح توصل الرسالة. بدك يكون في متناقضات. يعني هي بدها حركة جريئة، بدها خطوة جريئة. ما كان عندك خوف من الموضوع إنه ما ينجح؟ لا، لأنه مقتنعة بالفكرة كفكرة وإن شاء الله توصل. يعني بتنقول إنه عم برقص لحتى تعبر عن الدمار. إيه هلا هي المفهوم في بأفلام، عدة أفلام قبل قديمة أنا شايف هذا الشيء، المفهوم الرقص من الألم. مرات في لوحات تعبيرية هيك، حتى بعض من الصور اللي أنا جابتهم من ألف ليلة وليلة شهرزاد، يعني كمان هي فيها ألم شهرزاد، يعني القصة بحد ذاتها في هذا المفهوم، بس جاي كتير مع ساحة الدمار، يعني صار الرقص على ساحة الدمار، هذا المفهوم الأساسي. طيب هي هون رسالتك كانت مثل رسالة سخرية عن الربيع العربي نوعا ما؟ في نوع من الساركازم، من السخرية، لأنه بكل بساطة أنا حابة، أنا مني متشائمة كإنسان عادة، بس حبيت وصل الفكرة أنه نحن هلأ في مثل خط أحمر، نحن كبلاد وكتاريخ وكعراقة، في كتير ناس تجاوزوا هيدا الخط، فأنا حابة أنه أذكر الناس أنه محبة، يحبوا بعض، تقبل الآخر، كل هيدا بيهدو أنه بيساعد كتير أنه نتطور نرجع. يعني فينا بعد نرمم نفسنا، ممكن ينخلق ربيع حقيقي مثل باقي الشعوب اللي عملوا عندهم ثورات ربيعية، ليه لا؟ بس انه بدنا نشتغل على نفسنا عشان ما نكون ثغرة لغيرنا.
حلو كتير. طب قبل ما نروح عن دور الفنان بتوصيل ما يحدث في المجتمع، بس لأسألك إنه ليش اخترتي المرأة كراقصة؟ إنه دائما المرأة نحن عم نحطها بالواجهة، دائما المرأة هي عم تكون واجهة كل شيء، يعني يبوز المدفع خلينا نقول. طب حتى أنت كمان رحتي استعملتي المرأة كراقصة بلوحاتك؟ هلا أنا عندي، لا عندي المرأة والرجل عم بيرقصوا، بس عادة هي صراحة الأنثى بيلبق لها الرقص أكثر، يعني كقمة الجمال بتجي الأنوثة، يعني الأنوثة عطتيها الرقص. لأنه يعني الإنسان بأجمل حالاته، يمكن هي المرأة كمان الجزء الأجمل من الرجل، هيك الكلب يقول يعني. طيب قد ايه بيلعب دور الفنان بإيصال فكرة للمجتمع؟ يعني له دور فعال؟ نوعا ما ايه، نوعا ما في تأثير يعني، بس حسب قديش بيوصل توصل رسالته. هلا طبعا نحن هلا بعصر الفيديو وهيك، يعني الفيلم ممكن ايه ممكن يوصل رسالة اكثر بكثير من عمل فني، بس مش معناته انه نحن نوقف كمان يعني. كل واحد بيعمل على قدر ما بيقدر. مدعوم الفنان نور عم تشوفي هالايام الفنان التشكيلي خلينا نقول بمجالك، يعني مدعوم اعلاميا، مدعوم دعائيا، في ترويج للأعمال تبعه؟ طيب هو بيستاهل أنه يتروج له بأعماله ولا مظلوم؟ كله في شوية ظلم يعني، بس هذا العصر يعني، كل عصر فيه له يعني تطورات وكل هذا الشيء، مهم الواحد يكون متابع يعني. تماما، يعني ما بنقدر نقول أنه أنت كانت لوحاتك غير مفهومة أو مبطنة بالمعرض الأخير، كانت تحتاج للشرح، كانت واضحة. هلأ هي واضحة بس مش لدرجة البروباغندا يعني، الحمد لله توفقت أنه ما فتت كبوستر أرت. في عندك الفن المباشر بيجي، وفي عندك الفن شوي اللي بدك تفكر فيه. تمام. يعني الواحد بده يفكر عدة مرات ليوصل. أحلى هيك إنه خليه يتعب شوي بتفكير اللوحة، خليه تأخذ حقها. في عندي يعني. أنا جزء كمان شغلة ما استثنيت غزة، مع أنه هي مصر عندهم ثورة. صحيح. بس بعتبر أنا غزة هي هي ثورة حقيقية، ناتج عن إهمالنا كبلاد عربية. يعني هن تعرضوا لمعاناة أقوى آخر فترة بسبب إهمالنا، ونحن انشغلنا ببعض وبهمومنا يعني. طيب بالحديث عن هذا الموضوع، مثل ما بنعرف خسرت أنت لوحاتك بال2006 أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان. هل هذا الشيء خليك تثابري أكثر أنه تعملي بعد أكثر لوحات عن المقاومة، ولا خوفك؟ أي لا ما خوفني. ما بيخوفوني. دائما يعني عندك جرأة بالرسومات وباللوحات. شوفي هي ممكن هو هذا الحادث اللي صار معي يمكن لقوا حالي بهيدا المعرض، لأنه عندي كان صورة. مو القصد خوف، أنه خوفك ترجعي تعملي، الفكرة أنه يقستي أنه بعد هالتعب اللي عملتيه وراح، يعني خلص أنه راح بدي يروح على شيء تاني، بدي غير الفكرة تبعي. لا لا، لأنه خلص ما أنت هاي شخصيتك، ما حيقتلوا لك شخصيتك يعني. دمار بالنهاية حجر بيتعمر غيره. صحيح. حتى اللوحة بيرسم غيره. بس ممكن كنت عم بقول لك انه يمكن هو هذا الشيء اللي سبب لي انه انا اعمل هذا المعرض، او لانه في عندي الفكرة. صوره اكتشفتها بعد فتره، من بعد شيء سنه من الحادث انه دمار الاتوليه، عندي صوره لي انا وحامله لوحتي على الدمار، ففيها شيء من هيك. حلو. من هذا المعرض يعني. عفوا، حلوه الترسيميه، الفن مقابل حلوه الترسيميه. لا الصوره واضحه، هي هلا هي نفس صوره الدمار وعليها صورتك، يعني بتعملي لوحتين بلوحه يعني. يمكن يوما مثل ما عملتي القص والباك جراوند تبعه هي الدمار مثلا. كمان كانت انا عملت فوتو مونتاج لهيدي الصوره، بس ما استخدمتها بالمعرض. طيب بتعتمدي على الاحداث اللي عم بتصير بالمجتمع، يعني الاشياء اللي عم بتصير على لوحاتك، يعني هول القصص دائما هن اللي بيعطوك افكار، ولا عندك يعني خيال واسع بيك؟ انا عاده بشتغل على موضوع المرأة، يعني أنا كأنثى بعتبر أنه بعبر أكثر عن المرأة، ممكن أرسم بورتري يعني لأختي أو لأمي أو لأشخاص بعرفهم. يعني أنا وقت قلت لك أنه أنت استخدمت المرأة بالرقص، لأنه أنا بالأساس أنا عم بأسلوبي بعالج الموضوع، يعني أنا عم أحكي صح. فهي أقرب لي. يعني أقرب إلى الرقص من الرجل. إيه صحيح، بس هون الأنثى شوي شريرة يعني. هي بتبقى لك كل شيء على فكرة. طب شو المعارض العالمية اللي شاركت فيها؟ أنا شاركت بعدد معارض مشتركة، من بينتهم معرض Women and War، هيدا صار بسان فرانسيسكو مع فنانة تشكيلية اسمها بريندا لوي، أمريكية صينية الأصل،
وشاركت مؤخرا بأكسفورد بلندن بأرت فير، كان حلو كتير التجربة. بتفكري بعد كمان تعملي معرض تاني بفكرة جديدة ولا كمان شيء عن الدمار والحرب؟ هلأ مبدئيا أنا عم بشتغل على فيديو أرت لنفس الموضوع تكملة، يعني لحتى لي يخلص على القليل يعني. حلو. وهو الموضوع عم بدرس إمكانية نقله لبرا للخارج إن شاء الله. طيب إذا نحكي شوي إنه وقت واحد بيتعدى على شيء ما بيخصه مثلا خارج اختصاصاته، مثل الفنان اللي بيتعاطى سياسة، مو بيتعاطى يعني إنه بيتعامل بالسياسة، يعني إن كان الفنان لما بيروح المغني بيغني سياسة، الفنان تشكيلي وقت بيرسم سياسة، يعني هالأمور وقت واحد بيروح على مكان تاني، أنت بتلاقي هذا الشيء صحيح ولا هو سيف ذو حدين ربما يقتل أو ربما يعني ينجح هذا الشيء؟ هو معرضي أنا أكثر من سياسي، هو إنساني يعني. أنت هلأ بمجتمع عايش حالة إنسانية، ما فيك أنت تبرم وجهك ترسم ورود وأشجار نعيش ومي وبحر. يعني أنت عايش ضمن هذا المجتمع، إذا ما عبرت عنه على القليل بفكرة توصل، يمكن توصل لشخص واحد تفيده، يمكن ما توصل، بس أنه الواحد على القليل بده يجرب. وهذا المعرض إنساني منه سياسي، يعني ما عندك جهة معينة، ما عندك، مهم الإنسان العربي يعني شو ما كان دينه طائفته، كان بأفريقيا بآسيا أو ما كان، ما هو يعني هذا الإنسان عم بيعاني. وأنا حبيت أنه أبرز هذه القضية لحتى الناس تشوفه وتوعى على نفسها، وبركي إن شاء الله للأحسن. يعني في شغلة، يعني وقت أنا بتبنى موضوع وما بينجح هذا الموضوع، مثلا اخترتي أنت تحكي عن الربيع العربي، هذا يعني هون صار في مخاطرة عندك، يا أما أنه أنا بنجح يا أما بفشل بإيصال الرسالة. أنا هذا اللي بقصده، يعني هون وقت الفنان بيفوت بتحدي سياسي، خلاص أنت خليك بالفن، يعني خليك بالرسم الجميل، خليك بالورود الجميلة، رحت على عم تتبنى رأي سياسي، عم تتبنى موضوع تاني، هون ما بصير في خوف عن هذا القصد. هلا قال لك ربما يعني بيعمل نجاح حسب باهر. حسب شو بتقيس النجاح. هلا انا نجاح بعتبر الحمد لله نجح المعرض، لانه حسب ما تفاعلوا الناس والبسطاء او المثقفين كان كتير ايجابي. هلا الناحيه الماديه اكيد معك حق، يمكن انه الناس اكيد ما راح تحط عندها بالصالون، تماما ما راح تحط لوحه دمار بالصالون، بس ما علي، انا بدي اعبر عن هاي الفكره، بس كيف بدي اقولها. هلا الناحيه الماديه بعدين مش مهم، مهم النجاح. لا دائما بيقولوا بعدين، يعني لا وبعدين يلا ما بيأثر. هلا فان جوج مات فقير، مش مهم. طيب اذا بدنا نحكي شوي ان شاء الله، يعني هلا للقادم لحضرتك، ما نحكينا من شوي بس حتضلي بفكره الحروب والدمار ولا حابه تعملي شيء جديد؟ انا ان شاء الله بتمنى انه ما اعمل دائما على الحروب، بتمنى انه يتغير الواقع يعني، وان شاء الله للاحسن. وهو الانسان حسب شو كفنان شو بيصير معه بيبين يعني. ان شاء الله بتنال كل التوفيق. شكرا، بتمنى لك كل التوفيق ويا رب مع اعلى المراتب كمان. شكرا كثير حبيبتي، يعطيك العافيه. طبعا نشكر وجودك فنانة تشكيلية نور بلوق، يعطيك الف عافيه للنجاح الدائم ان شاء الله، نورتينا. شكرا لك. يا هلا. مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع نكمل ما تبقى من صباح اسيا، تفضلوا بالبقاء معنا.